وعشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. أيها السادة انتبهوا، من مسرح الإذاعة تستمعون اللحظة إلى الحياة والناس، صور ومواقف وأحداث. الحياة والناس سلسلة في حلقات. هاتوا لنا من الحياة أجمل قصص وروايات، بغينا نعرفوا كل ما فات هذه الدنيا من حكايات، بغينا نعرفوا كل ما فات هذه الدنيا من حكايات. فعلا موضوع اليوم جديد ورائع. عجبك؟ فعلا اختراع من هذا النوع لو انه تحقق وما كانش مجرد خيال غادي يحدث فضائح كبيره. نزيدوا تمرين واحد ونشرعوا في التسجيل. وهو كذلك ايوا كيظهر لي باللي هذه الحلقه غادي تكون طويله بزاف. عينينا ميزنا يمكن نقسموها حلقتين، القسم الاول اليوم وغدا ان شاء الله نقدموا القسم الثاني. هي تماما، وبما ان المسرحيه مشوقه فلازم المستمعين ينتظروها بشوق. طيب نبداو على بركه الله. المرجم الاخ احمد الجوهري قدم لنا الشعار الاختراع العجيب، مسرحيه فكاهيه كتبها للاذاعه واخرجها محمد احمد البصري. شارك في هذه الحلقه محمد رشدي، محمد خدي، محمد احمد البصري، رشيد الحراق، ماريا صادق، ضبط الصوت وسجلها أحمد الجوهري. شكون؟ أي خاي عبدو. هلا سلام، مرحبا بك. كنت منتظرك ونار الانتظار شعلة في قلبي. بمجرد ما عملتي لي التليفون فهمت راسي وجيت بسرعة، يحسدوني عليها أسرع الصواريخ. لا يخطك عليا خاي عبدو، عاوتاني كلفتي راسك. معلوم، وفين غادي تاكلي؟ قلت المخترع غارق مع الشياطين الملهمه في البحث على اختراع الفراغ، والجوع كيتسارع عنده في الدار. وهو الله اعلم فين هو. بحال العاده في المعمل او المختبر، بعباره دقيقه في المطبخ اللي ما بقاش سوء الحظ كيحمل هذا الاسم، لانني وليت كنطيب مره في بيت النعاس مره في الصالون حسب الجو. الله يكون في عونك اختي. كل ما كانوا عندكم اولاد وهذه اكثر من 15 سنه وانتم مزوجين، كون خلصت من مالي الخاص. كتسمعي؟ من مالي الخاص، فلوس الدعوه والمداعيه وصوائر القاضي والعدول، وطلقتك منه بالرغم عليه. عفاك اخي، مساله الطلاق غير اجلها. وحتى لين؟ حتى لين يا عباد الله؟ حتى لين؟ حتى يقرب يجربينا الفار الهضره. كل ما كنتش انا ويحاسبني الله كنقسم معكم مصروف البيت، كون من هذه شحال جرات بكم الهضره دبانه ماشي فار. لا يخطك اخي، اربع شهور هذه باش خرج من الخدمه، ايوما يصيفطوا عليه هو حالف ما يهدي مواهبه على مقالب ثمن رخيص. وما جاش البالو انه الا ما خدمش ما يصور فلوس وفي الاخر ما يجبر ما ياكل لا هو ولا ولاده. على من معتمد؟ عليك انت بضعه ما خدامه مردامه، على عائلتك انا المخير فيها قربت نعيط بالله والشرع. وهذا مولاي الاختراع ديالو العجيب، وقتاش غادي يخرج للوجود؟ غير باش يتهنى ويعطي الراس والراحه ويرجع للطريق المستقيم.
قال لك من دابا عام على اكبر تقدير غادي يفاجئ العالم بمعجزه ما تقدم لها وجود، وانا وياك عنده في القائمه ديال السعداء. في القائمه ديال السعداء او الشهداء؟ لا السعداء، زعما حنا بزوج مضحيين معاه، غادي يفرش لنا الحرير ويغطينا بالدهب ويسارينا العالم. مسكين. الله يجازيه بخير، هكذا يكونوا المعترفين بالجميل والا فلا. ولكن ما فكرش في حاجه. انا هي اننا مجموعين غادي نشاركوه في يوم من الايام، اما في الحبس بسبب الديون اللي عينا، او في المرسطان الى حفوا لنا سلوك العقل وبقينا متبعينه. لا لا لا، هو متيقن متاكد من النجاح. فياش وانت تصدقها بلا شك. ايوا ماشي، راه كان خدام في دار الضو وكان اختصاصي عفريت، ومازال الان المدير ديالو كيصيفط عليه ويعاود. المدير ديالو شفق عليك، حنا على اولادك، بقات في قلبو 20 عام ديال الخدمه اللي ضيع من عمره، وانت متيقاه مامنه به. ايوا بصراحه ظاهر لي عبقري، عطاه الله دماغ ما كيتقدر بثمن. اختي كوتر، انا بصراحه ماشي اختصاصي في السلوك وما كنعرفش نلاقي السلوك، وبالخصوص مع اختي وراجلها. ولا تبغي الحق، الاستاذ كرام راجلك فضة من ناحيه الفلوس، حقيقه فضة، وكل حاجه عندنا في هاد الدار تستحق تباع راه بعناها. لا انا كندويلك على عقله، عقله اللي فضة. كنظنش ما كنظنش خلاصك. اش هذا؟ ما تخافش ما تخافش اخي، انا في كل نهار كنسمع بحال هاد التفرقعات 20 مره وكثر، داكشي على صيفط الاولاد يعيشوا عند خالتهم حيت كيخافوا مساكن، وحمد الله اللي ما ساكناش في عماره مع الزيران. دابا هو الان بالسلامه والعافيه، خايف في التجارب. اي اي الله يكون في عوانه مسكين. دوطفا ايه دابا يشعل من دابا زوج دقائق. الناس المخترعين الله يكون في عوانهم، هادو هما حنا غير الا بغينا نخترعوا شي كذبه على شي حد كانوا حلو فيها. وفين زعما كيتمنى الاستاذ كرام يوصل؟ القمر الناس سبقوه، الاعماق المحيطات جا معطل، يعني شنو هو هذا الاختراع الغريب ديالو؟ هادو بعدا رجع. العبقريه هذيك، داكشي علاش انا مسعفاه. الله يعاونو. ايوا لله، الله يعاونو على الحق. هالقفه علاش قدرنا الله هذا الاسبوع؟ الحما قليل هذه المره، غالب الله الخضره ناقصه على المرات الاخرين، حيت الوليدات مجموعين اتفقوا على المرضى هذا الاسبوع. ايوا مع الادويه والطبيب ما يخليها على الله. الدخان ديالو نقص شويه في العدد على المره الاخرى. عارفه عارفه اخويا عارفه، ما نمشيو ان شاء الله حتى نفديو لك كل شيء. غير وضع السلك الايجابي والسلبي في دائره المحرك البنفسجي وجبد التيار الموجود في العمق، حدث الانفجار وانقطع التيار النوراني. تهلا خي عبدو، يا له من فعل، فعل ممتاز، فعل رائع، كيبشر بالخير وبالفوز. مرحبا ونهار كبير هذا. اولا كوتر سي كرام، اخبارك؟ اخباري اخبار الخير، وكل واحد كيسعى في الخير الانسانيه جمعه الا وكيكون سعيد. اولا او كوتر ايه ايه، نمشي نوجد لكم شي كاس ديال اتاي محد الكوزينه خاويه. اجي لا ارجوك. طيبي القهوه قدامنا، ولا في بيت النعاس، ولا في السطح الا اقتضى الحال، كاع صيفطي لولد الجيران يجيبها لنا طايبه من القهوه. انما الكوزينه ما تدخليلهاش، لانها ما بقاتش كوزينه بارك الله فيك. اي سلك تقيسيه غادي يصيفطك لعند الباري تعالى. قسي 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 بحالك اختي، وخلي عليك القهوه، راك عزيزه عندي في هاد الدنيا ومازال ما سقيت بيك. عندك الحق، شكون يسخب كوتر؟ وهي الالهام اللي جعلني نفكر في اعظم اختراع في القرن العشرين. الاستاذ كرام، نعم غادي تكون من اكرم الناس في القرن العشرين الى فقط قلتي لي على السر في اختراعك، واذا قلتي لي على سر المهنه انا مستعد نحلف لك على كتاب الله باش السر يبقى في قلبي. كنت كنفكر نعمل ندوه صحفيه في هذا الاسبوع ونستدعيك ليلى حتى انت، واخا انت غير انسان عادي وماشي مهم، باش نوضح لك فكره اختراعي العجيب راسين 120. ولكن بما انني ما زلت ما وصلت للمعدل ديال 80% ديال النجاح، خفت على السر ديالي يضيع ويتولاو الاجانب، لانهم مع الاسف عندهم الامكانيات اكثر مني انا. لا لا لا، من الاحسن حتى ينجح مشروعك 100% واللي كتم سره نجح. او لا سي كرام. ولكن ما كاين بس الا شرحتي لنا معنى السين والمية وعشرين. في هذا العالم ناس كيعيشوا في جحيم لا يطاق،
جحيم الشك والخوف والنفاق والتردد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في هذا العالم الناس فقدوا الثقة في أقرب الناس لهم، بل فقدوا الثقة في أنفسهم، في إمكانياتهم، ونساوا أن الله كرمهم لما أعطاهم الذكاء والعقل والفطنة والعلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في هذا العالم المحير للعقول والمشتت للألباب، في هذا العالم استطعت أنا، وأعود بالله من قولة أنا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اسمح 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 بعدا. استطعت أنا نقرب نوصل لواحد الاختراع، اختراع آلة صغيرة وعجيبة بها تقدر تعرف أش كيتقال عليك، شنو هي آراء الناس فيك، أخطائك، محاسنك، تصرفاتك الطيبة، أعمالك الخبيثة. هاد الآلة العجيبة هي في نظري اللي غادي تصلح المجتمع البشري كله وتنقده من الهاوية ومن الضلالة ومن المصائب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما تحتقرنيش السي عبدو، ما تشكيش في مقدورتي يا مراتي العزيزة. الإنسان اللي قدر يخترع الطائرات والذرة والعقول الإلكترونية، الإنسان اللي قدر يسافر للقمر ويرسل سفن للمريخ، قادر أيضا يعرف أسرار الطبيعة اللي مازال غامضة ومجهولة. لا 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 حاشا لله، أنا معجب بك أستاذ كرم، بل مستعد نعاونك ونبيع في سبيل رسالتك النبيلة كل ما كان ملك. هاي سكت، واش بغيتي تخرب بيتك؟ ما عنديش أدنى شك في تقديرك للمفكرين والعباقرة بحالي اللي زهدوا في الدنيا وقدموا استقالتهم من الوظيفة باش يتفرغوا لخدمة البشرية. لا بصراحة أنا من الحق نبقى في الخدمة باش نوجد لك السي كرم، على قد الحال المصروف اليومي. لكن أنا ما زلت طمع فيك تبيع أشياء عندك في الدار ما عندها باش تفيد وتوهبها لصالح العلم والإنسانية، مجرد سلف ماشي عطاء. زعما يعني بحالاش؟ بحالاش نقول لك بحالاش؟ ضمت مراتك ديال الذهب مثلا باش غادي تفيد الإنسانية. الإنسانية؟ بوالو؟ مزيان هائل. والحساب اللي عندك في البنك واللي ناوي تبني به دارك بوحدك باش تسكن فيها بوحدك، هاد الدار باش غادي تفيد الإنسانية؟ الإنسانية؟ بوالو؟ مزيان هائل. إذن بما أننا أنا وياك أصبحنا بصفة رسمية كنتحملوا مصائب الإنسانية مجموعة، علاش ما تعطينيش هاد الفلوس باش نكمل اقتراعي العجيب لصالح الإنسانية؟ خي عبدو كيظهر لي أن سيدي كرم مع الحق، وسخ الدنيا خصو ينفع سكان الدنيا. معقول معقول، هو اللي زعما بغيت نقول. تكلم تكلم بصراحة، أنا ضد الخداع والكذب والنفاق، هاد الأشياء اللي الاختراع ديالي غادي يحاربها لما يخرج للوجود. أنا والله العظيم كون كنت غني كون ساعدتك، ولكن الحالة ضعيفة كيف جاب الله. وفين عمرك شفتي شي تضحية كتصدر من شي إنسان غني؟ جميع التضحيات في الدنيا كتصدر غير من الإنسان الفقير، عرفتي علاش؟ الغني كيكتفي بوضعيته، أما الفقير هذاك كيبحث على التطور، على الطموح. وصدق من قال لولا أبناء الفقراء لضاع العلم. نستعد نبيع من ضمن مراتي، أما حسابي في البنك هذاك. وما جبرتي تتعدى غير على مراتك مسكينة. أنا في حاجة وبكل صراحة، الخمسة ديال المليون سنتيم خصني شي آلات ومواد كيماوية وأدوات نتوما ما تعرفوهاش، ولكن اختراعي في حاجة لهم. أنا بغيت نعرف غير شنو هو مشروعك بالضبط. أنت إنسان مادي طماع، خصك تعرف الربح قبل الخسارة. أنت خصك توضع صبعك على الأرقام ماشي على الأوهام. عندك الحق يا نسيبي العزيز، حتى أنا غادي نتكلم معاك بلغة التجارة والحساب. اسمع، غادي نكتب معاك عقد مضمونه ما يلي: إلا نجح المشروع جميع الأرباح عندك فيها 50% قبل. وفي الخسارة؟ في الخسارة أنا نضحي بدماغي وعبقريتي ومجهودي، وأنت فقط غادي تضحي بخمسة ديال المليون سنتيم. بصراحة خاي كرم ما قلعب، عزم وتوكل على الله. واشنو هي 5 مليون سنتيم؟ واش يمكن لك تسمح لي نزور المختبر ديالك باش على الاقل نعرف شنو هي الامكانيات اللي عندك؟ بغيت فقط غير نعرف اش كتعمل. لما اسمح لي اسمح لي، لما توافق تكون شريكي غادي تعرف كل شيء. متفقين اختي.
هاك هادو هاد الفيسات ما داخلينش في الحساب، زيدهم على المصروف الناقص. ربي يخليك اخي. ايه بعدا الحيمه والزويته وخضيره طريه وفلوس الاولاد للدراسه، ربي يخليك اخي. اش هادشي كتعمل السي عبدو؟ اش هادشي كتعمل السي عبدو؟ الله يهديك. شحال من مره السي عبدو قلت لك ما تصرش عليك اختك، وانا مقبل على اخطر تجربه. خصك بارك الله فيك توالف التقشف باش تعرف قيمه النجاح. الحرمان يا عبدو، الحرمان هو السبيل لتقدير الماده، لان الماده هي شعار الحياة. شكون اللي غادي يجينا في هاد الساعة؟ الصحفيين؟ لا لا ما كنظنش، سيفتهم في حالهم. ايه فكرت ربما هذه الشركة العامة لشؤون الكهرباء ومشتقاتها، يمكن صيفطات لي السلعة اللي شريت منها. يا سي عبدو، يا نسيبي العزيز، يمكن لك الآن توجد داك الشيك ديالك المحترم وتستعد للتضحية. نعم. ايه شريت منهم ما قيمته 7000 حتى 8000 درهم، ماشي بزاف، حاجه قريبه، ولكن فضلت شجاعك غادي نوسع المختبر ديالي ونزودو بكل ما يحتاج من الالات. لا لا لا، هذا ما يكون غير مولك راجع على الشهرين ديالو اللي كيسال. اصحاب الدين يصبروا شويه ديال التضحيه في سبيل المصلحه العامه اللي هي لازمه وضروري. لا لا ما خصش مشاكل، باش العقل ديالك السي كرام يخدم في هدوء. شهرين 80 في 80 هي 160 فرنك. اي تماما 160 فرنك. هاك ها الشيك، اعطيه المولك. لهلا يختك اخي. اجي معايا يا شريكي الايجابي، اجي تشوف اختراعي الايجابي. شوف لاي درجه انا مضحي في سبيل هذا البشر اللي غادي ترحمني عليهم غدا يوم القيامه الكره الارضيه. زيد تفضل معايا. تفضل. تفضل. هنا يولد الالهام، هنا كتنزل العبقريه، هنا يتدفق الوحي ويخرج للوجود اختراعي المرصود. تفضل يا استاذ. شوف. ايوا استخير الله انت. اول الغيث قطره ثم ينهمر. مازال شوف المستقبل القريب. غادي لدابا نلاقي السلوك. تلاقي السلوك معلوم باش ننقل اعمالي للصالون والبيت النعاس وكل ركنه في الدار. بغيت يكون عندي اتصال بجميع الادمغه الالكترونيه اللي عندي هنا في هذا مختبر. انا في رايي تكري كراج. لا انا بصراحه كنخاف على اسرار يعرفوها العديان. داري تسرعوري، واعظم المخترعات خرجت من اكواخ، من بنات، من بيوت صغيره. ما خصناش نخرجوا على سنن الطبيعه والكون. مولك قال لك خصك تزيدوا على ود كل شيء زاد. مازال مسكين ما عرفني صبحت عاطل. بالحق هو ما في قلبه شفقه، اختراعي ما عنده ما علم به باش يعذرني. كيطلب زياده ما يهمش، غادي نزيدوه. ومنين غتزيدوه؟ غادي نزيدوه بالدعوه ديال الخير باش الله يفيد رزقه ويقوي حبه للمال ويخلي الرقاب الضعيفه بحال القبطي تضعف بين يديه باش يقدر هو مسكين يجي يفها ويخنقها وما يخليهاش تكمل هذا الاختراع العجيب. شنو كتقول؟ شوف شي هاد الاله، هاد الاله هي الامل، هاد الألة هي المستقبل، هاد الألة هي اللي غادية تفرج طريق البشرية بالرجاء. كلفتني أتعاب السنين وعرق الليالي والأيام. والحرمان، والحرمان من كل الأشياء، الحرمان نسيتي؟ والحرمان من الطعام الشهي والراحة من صحاب الدين. ما يهمش، في سبيل راحة الإنسانية كل شيء يهول. شوفي شكون. واش هذا مختبر المهندس كرم ابن كرم ابو الوفا؟ تماما. زيد ادخل. انا داخل. ويلي فين غادي؟ هاجي. خطيبي كدير؟ ربي يخليه لك. اش بغيتي وكان؟
انت خدامه عند الاستاذ كرم؟ تقريبا انا مراته. متشرفين. انا قريت الاعلان اللي نشروا زوجك في الصحف، كيطلب مساعده فيها، يعني مساعده تكون مختصه في شؤون الكهرباء والالكترونيات العامه. جميع الشروط متوفره فيا. فهمت. تفضلوا جلسوا هنا نمشي نعيط له. اشهد. ما تخافش. هذا الشيء كيوقع في المختبرات اثناء التجارب. شكون هادو؟ هادي مادموزيل توما، وهذا خطيبي كادير. متشرفين. وانا كرم ابو الوفاء كرم. جات كتقلب على شي خديمه مسكينه. هذا ماشي مكتب ديال التشغيله انسه توما. جيت بناء على الاعلان المنشور في هذه الجريده، وهادو شواهدي واوراقي. تفضل. ويلي، هذا شيء هائل ممتاز. هاد الشواهد كلها عندك يا انسه؟ ولا لا، عجيب. وفين كنتي مخبيه يا انسه هاد المده كلها؟ فين؟ في المختبر. كنت كنشتغل الدكتور بوهادة الله يرحمه، اختصاصي في المتفجرات. الدكتور بوهادة عرفته. ما كنتيش معاه في المختبر، الموقع داك الانفجار اللي مات فيه هو؟ من سوء الحظ. الا اذا بما انك باقيه في الحياه، مرحبا بك تشتغلي معايا. كنقدم لك السكرتير العام ديالي السيد عبدو، هو اللي غادي يدرس الملف ديالك وغادي يوجد لك العقده. العقده ديال اش؟ كونتراتا ديال العمل، فهم ولا لا؟ كنتي متيقنة ان الاجره ديالك غادي تكون مشرفه ومناسبه، بامكانك تبداي العمل ابتداء من غدا يا انسه. بصفتي السكرتير الخاص، من الاحسن يا انسه تبداي اليوم. ما كاين باس اليوم. لا، حتى الشهر باش يكون الحساب صافي. بالضبط، مضبوط. ما عندكم حتى مانع نسكنوا عندكم هنا انا وخطيبتي على ما نبداو نتخلصوا ونقلبوا على راسنا؟ انا شخصيا ما كنشوف حتى شي مانع. لا المانع كاين، حتى ان شاء الله ننتقلوا لواحد المختبر كبير شويه، وديك الساعه مرحبا بكم. ماليش، نبقاو غير هاد الليله حتى الصباح. وي شيري، سي اون بون ايدي. وي بيان سور. يا انسه توما، اسمحي نقول لك بمنتهى الصراحه بلي راكي باقي ما تقبلتيش رسميا في العمل، لهذا ديما كنحيروا مع الصغار يا استاذ كرم. كيظهر لي بلي هاد السكرتير ديالك ما غاديش ينسجم معنا مزيان. انا مستعده نتعاون معك في المختبر ونكون في نفس الوقت سكرتيره ديالك، وغير بنص الثمن. نتفاهموا في هذا الشيء من بعد. لا رجعي في اخر الشهر. لا وما يكون ان شاء الله غير الخير. جبد الحوايج وما يكونوا غير تكرفسوا، هاد البيت يكفينا. شوف سي صاك، وما تلزميش عيني يا انسه نتصرفوا معاك شي تصرف خايب. أوه بارك الله فيك، انا ما نسمحش ليك بارك الله. لا يا سيدي كاديل، ما يطرلكش، انت كتشوف دابا عندنا الضيق بزاف، وحنا كلنا ساكنين هنا، وهذا راه ماشي كله مختبر. لا، هذه راه ماشي اداره. كيف كتظن؟ من دابا شويه تشوفوا وليداتي داخلين من المدرسه، نص زينه ديال الدراري. هذا البيت كيكون بحال عش النحل. خمسه على عينيك. بالحق، ان شاء الله الشركه ديالنا غادي تشري عماره وتسكن فيها جميع الموظفين ديالها باش تخفف عليها ازمه السكن. بون سافا، فرا الشهر نكونوا عندكم. طيب. دوماج، خصنا ننتظروا على الاقل دو سيمين. اللي كاين هو هذا، حقيقه دوماج، حتى حنا تشرفنا بكم للغايه. غادي نغري يدخلوا الفلوس ان شاء الله، وما يكون غير خاطركم. طيب سيروا الان لشي اوتيل وجيبي معاك لا فاكتور يا انسه فرا الشهر. الشركه على استعداد باش تبدا لكم اقامه طيبه. تفضلوا مهنا البدا. يا هذا الرجل واش حماقيتي؟ انا لا انا بدا كيدخلني الشك في هذا المشروع ديالك. سيدي كرم، فين غادي بهذا الكرم ديالك؟ لا ولكن سمحوا لي، ما خصني شي انسانه مقتدره بحال هذه تضيع من يدي. الاعلانات في الصحف كلفتني ميزانيه كبيره هذه شهرين، ومن يجي الخير حتى لبين يدي نجري عليه، ماشي هذا الحماق. شوف بارك الله فيك، اما تكون كريم شويه معايا وتطلق المال، ولا غادي نرفضك من الشركه. وباش ما كنا حنا غادي نكملوا وغادي نقضيو باللي كان. بارك عليا كسفي بداك الشيء اللي عندي. واشنو عندك؟
واش باغي تخرج لي العقل؟ عندي المواهب، عندي العبقرية، عندي الذهب في هذا الدماغ. حقيقة حقيقة هاي قدك الشيء اللي شفت عندك في المختبر كيحير العقل، ولكن عندي نصيحة ضروري تقبلها مني. بكل تواضع تفضل تكلم. شكون يعرف هاد البنت منين جات؟ وشكون صيفطها؟ من أدرك أنها تخرج أفكارك وتبيعها للمنافسين الآخرين اللي عندهم إمكانيات أكثر منك؟ وفرمش تعين الطيح يدك في التراب وانت ما زلتي ما سجلتي اختراعك في المجمع العلمي. تماما تماما، هذه عندك فيها الحق. حقيقة ما بقات ثقة في هذا الزمان. ومن أدرك تكون هي اللي قتلت الدكتور اللي كانت خدامة عنده وتكرات عليه، وتكون هي اللي لقات له السلوك وفرقعت له الدار. حتى انت عندك الحق في هذه. لا لا لا، لازم ما نعتمد على نفسي وعليكم. من اليوم غادي نبدا نعطيكم دروس باش تساعدوني. لا لا لا، انا خدام اخويا. قدمت استقالتك بحالي، ودابا تشوف، دابا تشوف في جميع الدول في العالم باسره غادي يتنافسوا على مشروعي، يشريوه مني بالاثمنه الباهره. يشريوا مني حقوق التصرف فقط ماليه عظيمه. ايوا من هنا لهناك ربي تماك، يدخلوا الفلوس بعدا واستقالته من الخدمه هذيك حاجه سهله. مشاري الحال نسيت راسي كاع. اي حتى انا، حتى انا خليتكم على خير الساعه غادي ندخل بحالي للمختبر. مع السلامه سي عبدو. الله ينيك خاي. اش ظهر لك؟ راني بديت كنخاف وكنشك. مرحبا بكم في قناه محبين مسلسلات الاذاعيه المغربيه. وداكشي اللي كيعمل بان لي فيه شي شويه ديال الضوء، غير هو الله يهديه كيبدا يتصرف بتهور حتى كنظنوا حنايا ماشي طبيعي. زعما يمكن ينجح؟ ماشي بعيد. عدد ديال المخترعين كانوا كيظنوهم الناس مجانين، حرام نقتلوا مواهب. هي دابا غادي تساعده. واش غادي نعمل؟ نضحي بهاد الخمسة ديال المليون، نعتبروها صدقة ورحمة على الوالدين. بالا هاد الراجل كذا ما كنعرفش كيفاش كيسيطر عليا. عفريت. واش نفهمتي من هاد الآلة اللي قالك عليها؟ آلة حقيقة فريدة من نوعها، كتوضعها في يديك بحال المكانة وكتدخلي لأي محل وعلى بعد 500 متر تسمعي شنو كيروج من كلام، واش كيدور من حوار بين الناس. يعني آلة التجسس على عباد الله من نوع جديد. بحال داكشي اللي كنشوفو في السينما. لا الأفلام كيعملوا ميديعات دقيقة كيتوضعوا بإحكام في البيوت، لكن هادي يكفي توقفي قبالة عمارة وتسلطي عليها أشعة الآلة بدقة، وفي ديك اللحظة تسمعي بوضوح تام الكلام اللي كيروج. إيوا حقيقة إلا نجحت هذه غادي تكون معجزة كبيرة. كبيرة وخطيرة في نفس الوقت. بغيتها تنجح.